عرفتي شنو؟ بغيت ندير لكم ديك اللعبة ديال وقت الصباح مع 5 الصباح، مشيت لاطيرا شربت قهوة درت شوية سبور، ما كرهتش ندير الصراحة باش نكونوا واضحين، ولكن يا اخوان انا فايق مع 12، انا فايق مع الناس فين كيساليو النهار، انا يلاه فقت، فهموا نتوما بحال شي شويه ما كتهلاوش فريوسكم هاد الايامات في اللي هضر الصراحه توقع لكم حتى اللي كتفيقوا ما فيكم اللي هضر تخيل دابا انت كتفيق الصباح كتفيقوا في المغرب من الفوق كيجي عندك شي واحد الصباح كيبغي يهضر تخيل معايا كاين بنت لعبات اللي كاين في الدار شتا تهضرني اصاحبي الصباح اش هذا والله الا بغينا نناقشوا ديال حنا بيرس تمنيات الصباح بالي كل مهم الصباح انا مازال كنكمل الحلمه في الزنقه صايقو نص كنشوفو ونص راه باقي كنتخيل داكشي اللي شنو اليوم؟ اليوم 28 في الشهر اليوم الحد اليوم السبت اليوم ما يكونش الخميس اليوم الاخوان السبت اليوم الاخوان ندير لكم واحد روتين اليومي ولكن ما غادي نحركوا فيه لا قزاز بلا والو روتين اليومي الصاد كنفكر نقول لكم ندير لكم واحد روتين اليومي الصاد وات فاك السمعة ديالو ولات سابقة تو اليوم شنو غندير اليوم غادي نيكيبيو ديك الاستوديو فين كنصور غادي نبدلو الديكوراسيون غادي نبدلو الحماق كامل انا هادشي كنت درتو جوج المرات ما كنتش بارطاجيتو معكم بلا ديتاي هاد المرة هادي غنبارطاجي معكم بلا ديتاي داكشي علاش قلت والله ما نضيع ما حنا هاد المحتوى دابا راني في الكوزينة اش كندير الله اعلم انا عمرني دخلت الكوزينه نهار دخلت ليها مع عثمان ندير اليوم غادي نفطروا بشي حاجه هيلثي بحال هذا واش عرفت ما كاينش الحليب مع عثمان ما بقاش كاين الخل وانا فاك فين هي الماكله اخوان كيفاش هذا الشيء شاف يا سلام كتشف بانه البيض البلدي صغر من البيض العادي فاك زعما العلم هذا داير 6 دراهم 3 دراهم هذا داير دراهم ما عرفتش الصراحه واش دراهم ولا دراهم تفو حسب راسي بحال وليت لاباس عليا مابقيتش مابقيتش كنعرف كاع لي بري ديال التقاليه بشحال ما كاين لا حليب لا تفاح لا كركاع كلشي مرون الدار مرون انا مرون راسي مرون مشكل واش هنا الدار مرون ولكن المشكله هو انه كتبقى مرونه حتى كتجي المعده اليوم غادي ندير ليها واحد المفاجاه غادي نحاول نرد المعاق لبلاصتو هذا هو الجد ما تقولي لي لا غنسل ما لا كيسان لا تفاح لا بنان شنو البنان عزيز عليك البنان ها تبغي البنان دابا الاخوان نديروا الحركه الشهيره ديالنا غنمشيو نطيبوا البيض في المقله ديال كريم نصور البيضات ديالنا وكنجيبو سيداتي وسادتي المقلة ديال الكريب الكريب بصح ولا في اللي سمع الهضرة هاهي ديال البيض هاهي البيض راه باقي فيها البيض اصلا ولكن هاهي كيقول واحد العقل ما فيها باس اخوانا لا الا قليت في هاد المقلة هادي راه غنموت دونك غادي نغسلو المقلة ديال البيض المستعملة شي 16 عام ما غسلت شي مويه انا الصاط وحق راه الا ما سكنا ما كنغسلو حتى معلقة هاهي ليا شفت لاندار ناس شحال غسلت الموان فراش خو صراحه ما كنتش عندنا بزاف كانت عندنا غير وحده من الحال البيض يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على بيضة بعد ما صابنا البيض صبنا العصير الصحي 100% اكتشفت انه هو نعم سيدي ما كاينش الخبز في الدار وما فيهاش اللي يمشي يجيب الخبز كاين هادشي ما كيمنعناش اننا ناكلو البيض في المعلقة والله الا فين ما دخل البيض سبحان الله دوك ما كنصاوبش شي حاجه بحال هكا كنصيفطها للمدام باش تفتخر بيا زعما شوفي ني راني حاد ما يصحابك راني ما كنقدرش نعيش بلا بيا كل شي حاجه راني عايش والحمد لله شنو نسيت ما درتش الديسك ديال الديسك الصباحي ديالي الديسك هذا ضروري كنلقى كل صباح باش كنطلع المود باش كنقول بلي راه الدنيا مازال فيها ما يدار الحياه زوينه لينا جوج بيضات وبقاو لينا جوج بيضات راهم في الثلاجة وانتوما غادي تحاسبوا على قد النية ديالكم كيجينا هاد العصير خصك تشلل به في مكا ما تشربو كيكون فيه واحد المذاق زوين هاديك الثانية الأولى من بعد ما كيبقى زوين تشلل به مزيان مدام ديالي اللي كنتي كتفرجي في هذا تيها تغسلي هاد اللعيبة هادي وانا غسلتها فاش بغيت نطيب واش نعاود نغسلها عاوتاني مرة واحدة أخرى شي ماشي لوجيك أنا نغسل شوية وانتي غسلي شوية
راه لازم نتفرج الفيديو كنت ندب اش غندير لك انا راه بزاف او نغسل ونطيب وناكل قوي شارينا كاع غادي ندوز للمهمه بقى نسيت ما تريحتش شريت واحد الريحه غاليه بغيت نعيق عليكم ماشي بغيت نعيق عليكم غير بغيت ندير الريحه باش تشموا فيا ريحه زوينه وانا كنصور الفيديو دابا غادي ندوز للمهمه الاساسيه ديالنا سيداتي وسادتي واللي راني ما حاملش نديرها هي الكونسيبت ديال الفيديو ما حاملش نديرها واخا حيتاش ترى بون ما تزدبش على هاد الراي البارح جاني جوع وندير ماكدو as you can see الروينه فريمون الروينه بصافي هاد الحاله المهمه ديالنا كابطال خارقين اول ستيب غادي نبداو بها غادي نحيدو هادشي كامل ما غتبقى حتى شي حاجه في البيت وعاد ندوزو للستيبات الاخرين حيت هادي اصعب وحده هما الستيبات الاخرين زوينين غير الكابل الساق يا سلام اني واي دري واش عمركم شفتو قط داير بافيت او ولا غادي نبداو اصعب ميسيون كاينه في الدنيا واللي ما كنتش باغي نديرها قضاء القدر كيقول بانها خصك ديرها عيس ويه الناس من ويه الناس من خلاص بقى عارف ندير حتى شي حاجه هو الدفا شنو في دابا عرفت ديك العقده اللي كانت كدير الهدف لاش صالحه سيداتي وسادتي حيت ديك اللعبه اللي كاينه هنايا واللي هي اللعبه هادي طيرناها من المكان ديالها لا غير مشكل صغيور هو انه بقاو لينا اللعبات هاد كتسالو دابا على فرد اللي جاب الشيسه ديال السنان قديمه فوالا حيت بقات لي الصباغه ديال هاد الكولا هذا عمركم شفتو الصباغه بشي ديال السنان شي حاجه الله خير الدراري ولا دابا غادي ننزل انبوكسين شنو انبوكسين غادي انبوكسيو داكشي اللي شريت فوالا باش غادي نزوق البيرو اولا سيداتي وسادتي عندنا ذيس وان دوك كيما كتشوفوا واحد المثلثات كتلصقوا بالحيط فوالا باش كتزوق بهم الحيط لا اللي سولني منين شريتيهم بلال خديتهم من علي اكسبريس وما خلصتش عليهم بالديوانه هذا هو السؤال اللي كيطرحوه الاغلبيه ديالكم دابا تقام عليا السؤال ديال الحبات ال 10 الحبات شي 500 درهم وا شي 500 درهم وفوالا دابا غنمشيو نجيبهم هادو الملصقات ديالهم باش كتلصقهم في الحيط حيت كتلصقو بهادو وهما راني ديجا جبتهم ولصقتهم مع بعضياتهم دابا غادي نلصقهم في الحيط تيستيتهم واش خدامين حشومه نشوفوهم واش مخدامينش ولا حنا الغابه ما كنقدروش نصبرو هما دايرين بحال هكا مثلثات جميله هادو كتلصق عليهم هاد اللصقات هنا وكتلصقهم في الحيط بالشكل اللي بغيتي جبت غير نص باقي نص الاخر نمشي نجيب مقدرتش نجيبهم كاملين حيت المشكله انا جبتهم كاملين خصني اصلا اللي يعاونني فيهم ما عرفتش كندير لهم بوحدي كندير لهم بوحدي هاو ذا فاك الله يمحص اصدقاء ما بقى ما يتخبى تستعين دابا خصنا نصاوبو هادشي انا حاليا ما عارف ما ندير او في الوقت عارف ما ندير دابا فريمون اصلا ما عارفش كثروا عليا ستيكرز وكثروا عليا اللعيبات هاو ذا فاك اي دون نو الكل مدلات عطيني ثلاثة ديال اللصقات غلطت في هذه وانا ندير لصقة واحدة مي بون دابا نشوف كندير لا مي دابا غادي ندوزو نلصقها شي كامل هادي حلقة نقلبو كاملو اوكي وحدة تكون هنا بهذا الشكل هذا وحدة هنايا ما عرفتش علاش هادشي زوين وانا صراحه واخا عارف واخا ما يصدقليش كاع من غير الفات ديال انني انا اللي كنبريكول وكنصاوب هادشي هادشي راه مثير للاهتمام والله باش علاش كتخرجوا من الدار وعندكم هادشي الداخل ديما الويكاند باي ذا واي الناس كندوزي الويكاند وانا كندوزي الويكاند
هادشي احسن من انني نمشي نخرج على برا وندير شي حاجه. اللهم ندير هذا الدار انا، علاش حطيت التلفازه هنايا وعلاش حطيت هذه هنايا؟ حتى هما اللي غنشد بهم العبار باش نعرف فين غادي يجيو ديك التريونجلز. انا خاف الجاوي الله يذكره بخير الجاوي، جبت شي 10 في الفرونسي تبارك الله، ايامات القرايه وايامات العز. ايوا كاين شي زو كاين شي، عرفتي ديك صاحبك اللي كيجي عندك كيقول لك ايوا كاين شي بنات؟ خلنا هكا ديريكت نصوب الموضوع وما عندوش مع داك التخربيق ديال ايوا كاين داير بخير. السؤال دابا اللي طاح في بالك هو بمتابعه لصق دابا هاد ستيكرز هنا، وهادو كيفاش كيديروا يسقوا في الحيط؟ هادو العماسي اللي كتقدر تحيد ليهم اللعبه هذه، حتى هادي كتلصق دونك كتقدر تتكلم مع حدا وتسقف باش هكا كملوا الخدمه مجموعين، باش ماشي انا كنشرح وانتم ما متبعينش اللي ماكم معايا. انا عندي واحد المسال، الطريقه الوحيده باش كيعرفنا اننا ما فهمناش هو فاش كان كيشرح كيقول لنا واش فهمتوا، قسم كامل كيدير الحركة. الله يذكره بخير هذا الاستاذ كان ديما كيحط لي واحد، ما في الاخر نجحنا خدمنا ودرنا يوتيوب وحنا جالسين كنصاوبوا في البيت دابا. اش وقع كاع؟ في الاخر كتقول بدير اي حاجه كتوقع لك في الدنيا سواء زوينه ولا خايبه كتفوت. صاي داز ايامات واحد ايامات زيرو سالينا داك الشيء. غادي نسقط شي وما سوقش. ربي ما ينسقيش عوج يا ربي. شنو الحل دابا باش ما ينسقيش عوج؟ الحل هو غنجيب ميزان ديال الماء. تفكر عندي واحد الميزان ديال الماء. لوك ميزان ديال هذا ميزان ديال الماء. بعدا كتحطو فوق شي حاجة بحال هكا دفاك الأرض مسويش عطيني عوج خص ديك المقاطع ديال الما تجي في الوسط، المقاطع ديال الفراغ اللي كاينة وسط الما تجي في الوسط. ودابا كي غندير لهاد الشي والله ما خبيت عليكم الدراري، هادشي نورمال خصني نجيبو في الوسط. عندي سنتيم أنا عبد ربي له نعبرو الحيط شحال فيه؟ مترو ستين، مترو ستين مقسوم على جوج ما فيها اللي خدم بالذكاء الاصطناعي ديالي جبت كالكولاتريس 80 العلم عاد راه شفت كنت كنجيب واحد في الماء 80 سنتيم هادي شحال تكون فيها؟ هادي تكون فيها 63 63 مقسم على جوج 31 غادي نحسبو 80 باش غادي نعرفو فين كاين السونتر. السونتر كاين هنا، ها هو سونتر فيل 30 هادي تجي هنايا دونك هذا هو الجنب ديالها. هنا فين غادي يجي الجنب ديال اللعيبات؟ يا ربي لصقات شي مالي شاوش كاعت عندي احساس هادي هادشي غادي يروح فراسكم. هادشي كامل وما عرفتش واش غادي يخدم ولا لا. ودابا غنديرو التيست فينا وغادي نجربو نجربو شي واش خدام ولا راه حنايا كنخاورو. ما خدمش فيز ما خدمش غادي يكون مشكل فوق من هنا بحال شحال. كمان اصاحبي كمان درت واحد الغلط اللي غادي ندم عليه يمكن حياتي كامله دابا اللي هو كان خصني نتيست كامل. تا شنو هو صافي كيصاوب هاد الكره ديال ما كتلصق في ماشي غير في الحيط. والله الا لصقات والله لصقات هو تندي لي برور هادي مازال ما خداماش انا جالس كنفرس كتير ما المهم القولي القولي حل دابا. المهم هو غادي نديرو الانبوكسين هاد اللعبات تخيل انا فات اليوم كولي شنو فيها؟ فيها كولي وحدة أخرى فاك جوج وصلوا لي جوج لعيبات في لعيب واحد أو ثلاثة حتى سمعت شي حاجة تخاف بعد السلام ديال الصغيرة هادي عارفة شنو هي فيها كولي وحدة أخرى سكوتش والحماق واه شاش نوصل لي طابلو ديال بول بيزا بول بيزا سيكاندو سيكاندو هنا طابي ديال السوري ها ها ياكم ناضي ها هذا بضاعات ياكس بضاعات كيوت تنتهي فيها اللعبة كتحط عليها يدك بحال هكا باش كتخدم في كلافي ولا سوري ضربت كلشي عبارة عن سحابة ارض الله واعرة كتكاش نعم كتحط باش كتحط عليها يدك بحال هكا باش يدك كترتاح دابا نرجع للمعقول راني نشوف البلان ديال هادي بان ما باش تخدم كانت خدامه صراحه فاش لصقت الحيط ما خدمتش. اخوان انا واحد الانسان حمار لوك ها شوف هاي لقات بالضبط
رد ورق. المشكله فين كانت؟ المشكله كانت في البريز في الخيط اللي خصو يركب في الضو، كنت انا هو اللي مركبه في اللاد وقلبهم، وبعض دي فاش كتقلبو ما كيخدمش، وحيدت كل شيء من الخيط وضيعت نص اللصقات حتى حمار صافي. زعما هذا هو الغيزون علاش انا الكورينات باغي نلصق هذا الشيء كامل ونتيستي واش يخدم ولا ما يخدمش. ايوا دابا بما اننا ضيعنا نص اللصقات غادي نحاول نركبو فري واش غادي نبداو نتيستي وحده بوحده. دابا خدمات اللصقه خدمتش ما علاش خدمات مليون وحده اخرى باش ما كتلعب معايا اللعبه الباس كنحيدها كتخدم كنت كاينه باش تلصق ما كتبغيش تخدم عرفت الدين ديال ما جوج الكولورات لا علاقه ما هادو ما عندهم علاقه بهذا مشات السين ما بغاش تخدم كاع هادي خدمات بلا صداع شنو هادشي اللي غير حدا اخر وصلتنا هذيك الكليه اللي مجموعه فيها هذيك الطابيه ديال الفضاء وفيها هذيك اللعبه ديال الدين ديال السوري وفيها هذيك التصويره ديال بيل بازور. واش 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 نقول قولي السلام قولي السلام قولي السلام عليكم قولي السلام عليكم كتسمعنيش الباب خاسر وقولي السلام عليكم الكاميرا راه غنطرى شدين ديماك السلام عليكم كي دايرين صافي من شعب واش انتيا راكي في الديب ويب ولا فين انا مسافتك عند باك ولا مسافتك لشي شي كراج واش هاد لي زابي كثروا وي دابا مسكينه قالت لي جيت تغدى حيت حتى انا غير مسكين انا غير درويش ما عنديش باش نتغدى الله لا يخط علينا الوالده نبع الحنان ايوا قلت لكم صافي نقدر نبدل الكولور وات ذا فاك شنو الاخو العكس هذا سميتو ان عكسنا مشكله هاد العكس هذا هادي ما فهمتش واش خصنا عينتك عليهم ولا طفا دفاك هاد الشينوا صاحبي مراضين في راسهم تخربق والله الا الشينوا هي خربق مرات ما كيصوفيو صراحه ولكن كيخرب يخربقوا بزاف صاحبي وكا تقيسها كتخسر مايمكنش حاجه تقيسها تخسر في البلاصه واخيرا وبعد معاناه جد طويله اللي دازت شحال راه دازت شي 10 السوايع دابا صافي وانا كنضار معاه لدرجه قصرت الحيط من هنا مي بون غنكمو في ليوبل كون لا نتيستيو دابا واحد التوضيح صغير هاد البيرو ماشي هو البيرو نورمالمون اللي غنستعملو ديما شريت واحد البيرو مي مازال ما وصلنيش كنتسنى دابا يوصلني ما عرفتش واش غادي يوصلني اليوم بعد يوصلني حتى غدا ولا بعدو مي هاد المومنت غادي نستعملو هاد البيرو هذا بروفيزوار بينما يوصلنا البيرو الاخر حيت الاخر كبير هذا صغير لي زامي البيرو غادي يكون على الشكل التالي اول حاجه سيدي سوسيتي كاين هاد اللعبه هادي لا غادي نحطها فوق من هناك تقدرش اورغانيزي فيها اللعبه ديالك اللعبات ديالك ماشي هذا هو المهم هو اننا غادي نحطها فوق منها ليكخون ثانيا كتشجع تكون البيرو كبير حيت هادي ما قدتنيش بعدا غادي تشوي كمان شوي شوي عش حسب راسي بحال ديال البيرو كبير فوالا هي لايك ذيس هادي لايك ذيس هذا غادي تجي بحال هكا ها البيرو بدا كيبان ها ها بدا عيط كلاي تجي بحال هكا انا فرحان يا سلام اوكي 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 شنو باقي شنو باقي هادي دي شارجات نورمال كتشعل نعم بيرفيزا اه بيرفيزا ناس هو الخدمه ديالو بيرفيزا بيرفيزا باش تصحش ماما هو باقي ما صنعناش الاتاويش كاملين ما يبغوش لكن نوريك بهداك الشيء اللي عندي دابا باقي لينا واحد الحاجه اللي مهمه الكاميرا ما غاديش تكون من هنا الكاميرا غادي تكون من هاد الجهه هادي غادي تصور هاد الجهه هادي دونك خصني نقاد نجي للنور كيفاش ندير ولا غادي نصفى فيها هادي ولكن المشكلة ماشي هنا المشكلة هو أنه ما عنديش شينيو باش ندخل لحد دونك شنو غادي ندير؟ نمشي عند الوالد ديالي
الوالدة تغدى معهم نقول متى هي الساعة وغادي مع الشينيو والمسائل كاملين وغادي نتقوم الحيط شينيو تقوم بشينيو راه ما يمكنش تقوم بلا شينيو خصني شينيو. السلام عليكم ودابا بطبيعة الحال غادي نمشيو نزورو مي مادري. يا ربي عرفتي الكاميرا عرفتي ما عنديش فين نحطها. دابا الكاميرا ما عنديش فين نلصقها وراني حاطها. أتمنى من كل قلبي نضرب شي فيراج والكاميرا نلقى ليه حيت الكاميرا ديال ما غالية شريتها ب 3 مليون 3 مليونيس 3 مليون اخويا مشرينا الكاميرا ما تصرفاتليش واخا هكاك واخا الكاميرا زعما كنصور بها وكنخدم بها وكلشي غالية بنت الحرام باو 3 مليون ما غادي نصورو ميا خليفة عرفتي علاش فكرت على كامل. anyway غنمشيو نتغداو مع الوالده ما عندناش فلوس باش ناكلو برا. ايوا الاخوان هانتوما كدوزو معنا يومي الممل جدا والمثير للاهتمام. هو صراحه النهار انا كيدوز عندي نورمال زعما عادي جدا جينيرالمون كنفيق كنفطر كنجلس بس كنلعب شويه كنتغدى نقلب على شي سوجي انتريسون ولا نصور على شي فيديو ولا شي حاجه كنبقى لي العشيه عندي جوج ديال لوبسيون نخرج مع المدام لشي بلاصه غالبا نخرج مع المدام كنكونو بلاني لهاد البلاصة هادي يا نخرج مع مالي الدار يا نخرجو زعما مجموعين يا نخرج بوحدي مع الدراري صحابي هادو هما لي زوبسيونين. لا لوبسيون الرابعة هي نجلس في الدار ما نخرجش والله حيت انا واحد الانسان كنجلس في الدار بزاف ويكاند راه ما كنخرجش. عرفتي واحد المرة ليتا غارمو الويكاند شنو وقع لي الجمعة جيت نجلس في الدار سديت الباب من الداخل سديت الباب بحال هكا حيتاش كانت عندي الماكلة كانت عندي كلشي حتى النهار الاثنين لا غدا في الصباح فين غنمشي للخدمة عاد حليت الباب عاد رديت البال بانه راني من نهار الجمعة ما عتبتش كاع باب الدار. يا سلام هاد القدرة اللي عطاني الله سبحانه وتعالى مي صراحة كنحس براسي مرتاح فهمتي نجلس في الدار ترونكي الحمد لله. دابا غادي ندخلو بحر الظلمات كنبان لكم مكنباش الويدا مكنباش الحمار هذا كيفاش كيطاسيوني اصاحبي جوج بلايص شوف والله علاش هاد جوج بلايص ما فهمت زعما هاد الناس هادو اللي ربي عطاهم الثقه في النفس في راسهم كامله وميمكنش اصاحبي وانت كتكون مزيان دابا انت ترونكيل في الدنيا كيجي واحد الحمار كيخسر لك النهار ديالك لا تدع حمارا يخسر لك يومك وات ذا فوك من الحيدي اللي دايره بحالك الو شو واقع لي في اللحيه باش كنقول لكم انا واعر في السوق انا شويه على لا انا واعر اودي الله يعطينا الصحه وخلاص الله يعطينا الصحه وخلاص اجي عندي ماما اجي عندي تحشيني تحشيني كلشي مزيان كنت تفرجي يا سلام امي لاباس كلشي مزيان كنصور مراحل توثيق المنزل توثيق داكشي اللي راه كنخربق في البيت شنو كتوتوت هنايا جاي ناخد الشينيو وجاي نتغدى انت بهاد الكاميرا هاك صورين هاي انتي والله الا عاطيني شي لباس هنا اللي ما فهمتوش كنشوف فيهم زعما كنشوف فيهم ما فهمتهمش لقيت واحد الفكره اللي هي جاتنا مي واحد شويه اللي غنديرها طبعا الحاجه جات على الانسان ما كاز دونك غادي نديرها غادي نلصقوا هاد احزقنا كامل دابا هما عاطين هادو باش نلصقهم بالفيوز انا معليش نتقبل حتى ما هو نتقب الحيط سكوتش دوبل فاز ما عرفتش الصراحه واش غادي نلصقنا هنا غير مرة انا غنرجع نموت ما نموتوش انا غنغلب عندي بدل السخنة انا سكوت هذو الفاز على الله يشت فينا ما شدش سمع واحد الدف كلشي غادي ينزل لارض جيبوا الميزان وزيد الفل هنا ميزان المياه
سونطرا ولا ماشي في السونطرا؟ تقريبا ميزان في النص. المهم دابا الديكور اللي داير بحال هكا غندوزو الديكوراسيون، غنجيب لكم واحد الحاجه اللي تعجبكم. سيداتي وسادتي زدنا لها الربع فوالا زعما مريقلينا نزيدو لها شي حاجه اخرى ولا بركه؟ نزيدو لينا ليديزاتي جنتلماناتي جبت لكم شنو سميتهم كاع؟ لي غيرلوند. ايه لي غيرلوند عرفت على السميه ديالهم. انا واعرني هذا اللي خاصك تخليه شويه هذا الطوب. ها بويس ليديزاتي جنتلماناتي انا دابا غندوزو للمرحله ديال اللي جو بونس غادي نحطها هنا نوت شور صراحه زعما كنقلب على البلايص زعما كنقلب على البلايص ايه ما تجيونيش شحال ني جوجين هذا بي بيزار هذا في البلاصه الطبيعيه ديالو دابا. سيداتي وسادتي نقدم لكم طابليت سحريه يعني عرفت كنضيع الفلوس في التخربيق. الطابليت سيداتي وسادتي كتحط هكا غادي نوريكم الدور ديالها. شفت الطابليت السحرية شنو كدير؟ ندخلو لابليكاسيون تيم بحال هكا ماتيريال نمشيو ليفل اب. اني واي جات زوينة ليماكم خليوها بحال هكا هادي تجينا هادي باش تجيبوها بحال هكا. دابا المشكلة اللي عندي موصلونيش جوج ديال الحوايج مع الاكسبريس، موصلاتنيش واحد اللعيبة باش نسبويليكم على الله تجيني غدا، وموصلاتنيش واحد اللعيبة واحدة أخرى. شوف فاش خلصت جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة د اللعيبات اللي موصلونيش سينكو اللي هما غادي يعمروا لي البلايص هنايا. مي بون ماشي مشكل، حنا الناس كنتأدابطاو مع السيتويشن. هذه ماشي الفيرسيون فينال ولكن يو جات ذا بوينت. دابا نخليو الكاميرا واو سي زوين. دابا نخليو الكاميرا بحال هكا غادي نصاوبو هادشي باقي عندنا ما يتصاوب. فيرست كندير ديك السيبور ديال الكاميرا ليها كما كنتحط الكاميرا. دابا غادي نقادو الاضاءه اللي هي هذه. سيداتي وسادتي لولوك ما قبل الفينال مازال ما ساليناش اي بون شي جا زوين. نحطو الكاميرا في بلاصتها نشوفو واش الامور هي هذيك وداكشي اللي كان في راسي وشو هذاك ولا لا. هذا ماشي ديكور الاخر كاع مي غادي يجي شي حاجه من هذا القبيل. ها باقي خصني نزيد نقاد البيت باقي خصني نرد هادشي كامل كيف ما كان مازال غادي نزيد بزاف الحوايج والبيرو ما تنساش بانه راه البيرو صغير بزاف كنتسناو ما عرفتش وقاش وصلنا اثنين غالبا اثنين الا ما خدموش الويكاند غالبا اثنين غادي وصلنا واحد البيرو كبير شويه حيت هذا دويق ما كان شرحتي فيه بزاف ومازال غادي يجيبوني ديكوراسيون وحدين اخرين اللي غنزيدهم حتى هما هنايا مازال هادشي غادي يولي بويس راه سي ظلام راه البيت راه فريمون ظلام عندي بيت مظلم مزيان مخير تبعي إز الحد واليوم بطبيعة الحال يلا وصلنا يلا أخيرا وصلنا تما راه بلال وصلنا البيرو البيرو تبارك الله لك تديش على الدار مرونه كامله. المهم هو البيرو ديالنا اخيرا وصل. بغيت نشوف قد يقدو كيبان لي نوريكم الاخوان انا شحال طويل. دخلت البيرو اصلا والله الا دخلت البيرو. وات ذا فاك دخلت البيرو. المشكل ماشي هنا، المشكل انا فيها 1.70 فرحان زعما عاجبني الحال بانه انا طويل. البيرو فيه 1.60 انا قد دخلت البيرو هادشي كيعني جوج حوايج كيعني يا غلطوا صيفطوا لي بيرو 1.70 واللي ما كنظنش انهم غادي يغلطوا يا انا فيها 1.60 وحيتي كاميرا كانت عباره عن كذبه. انا دابا غادي ندير واحد الانبوكسين غادي نفتحوا هاد الزمر وغادي نقادو نبريباريو شوفوني مكستم يلاه جيت من الخدمه الاخوان خليها على الله. تخيل معايا البيرو هذا في 1.60 وبيرو جيمين وكبير وكلشي بحال شريتو؟ شريتو ب 1250 درهم الهموز هادو هما الهموز حيت نورمالمون كتمشي لشي بلاصه دابا تشري بيرو كبير دوك على القليله واحد 2000 درهم بيرو كتلقى ديك البيروات العادي اللي فيه قوه المجوره واللي كتجلس فيه كتحس بديك كتشم ريحة كالكولاتريس وقراية وبريباراسيون ما عندناش حنا مع داكشي حنا كنشريو فيه اللعب عجيتش غادي يقول لي لا بيمو ومن القراية ولا غتا هاد البيرو هذا لا تقدر تقرا فيه دونك بارك عليك من المجورة ما كنحماش على ديك المجورة اصلا المجورة اختراع لا لا دابا الا عندك بيرو فيه المجورة سير طلع هذيك المجورة ديالك وشوف شوف واش فيه شي حاجة كتحتاجها كنحطو في المجورة غير الزبل دفتر قريت فيه في 1990 راك حاطو تما في المجورة دير به حيد جو عليك الزبل دونك فاش ما كيكونوش عندك المجورة تضطر انك داكشي اللي ما غتحتاجوش تلوح كتربح لي سباس ثينك بيرو كيعطيك معاه كيعطيك معاه هاد اللعيبه هادي فين كتسوها حتى شي قرايه ديال كلشي كاز القهوه وشي لعيبه كيما قلت لكم كتلصق في البيرو وتحط عليها شي حاجه هنايا عارف هنا هادو
عطينك هادي تلصقتيها في البيرو باش كتحط عليها الكاسك ولا كتحط تعلق فيها الكاسك ولا تعلق فيها شي حاجه. البيرو كبير بزاف الى مونطيتو في الصالون معليش نقدر ندخلو البيت. الحل الامثل والانسب هو ندخلو البيت ونمونطي تما باش نركبو تما باش زعما نستاسيونيه تما. الخايب في هادشي هو انه ما فيه لا كتيب تعليمات لا والو، دونك انت والانسبيراسيون ديالك كيف ما لصقتيه غادي تحمل المسؤوليه ديالك. ما عرفتش الصراحه منو لكم واحد الحاجه تيست نوصلني من علي اكسبريسو الشجره ديال المعلم شيفو واعره ماشي دوش مراش ماشي دوش الخوال ديالي بلا مور هادشي سير كي هي انا فيو سا صغار فيو سا كبار فيو سا كبار هادي هنا لقيت تقوبة 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 ديال الحديدة ماشي ديال التقابي كاين شي واحد عنده بزاف ديال التقابي الحديدة نخدمو التكنولوجيا نجيبو عارف شي حاجة ولكن كل ما كتكبر في لاج كل ما كيبقاو يعزازو عليك بحال اللعيبات ويشري منهم بزاف. نعترف لكم بواحد السر هي رجل الطابلة اللي كنت كنهضر لكم عليها خدمو الكوابس كتعاودي الصلاين بي خصك ديما ديرها هكا جوجي صافا راكا ما فيها لي زيدي فيسي جبت لك هكا دونك باش هاد الطاسه مزيان بعدين نبداو المعقول الله ثقيل ثقيل ولعبت نستعملو بالذكاء الحيل احسن من العارة غادي نزور الحيل شويه بشويه غادي تبوزيسيون هنا فهاد الوضعية هادي فوالا كما كتشوفو as you can see دابا هاديك الحينة غنقادو هاد اللعبة وسط البيرو مازال ما عارفش بالضبط كيفاش ندير ليهم دونك غادي نحاول ندير شي كومبينيزون لي زوين اما غادي نبداو نشعلو دابا شوية بشوية نشوفو هاد التخربيق كيفاش جاي بدا كيبان شوية ديال الأمل شي حاجة مزيان مزيان اخيرا الاصدقاء سالينا الزواق ديال البيت فريمون سالينا كلشي هادشي جا زوين هادشي جا زوين غادي نوري لكم دابا ولكن بغيتكم تفهموا واحد القضيه انه هادشي كامل صاوبته بوحدي ديزاينيتو بوحدي فكرت فيه بوحدي وانا ماشي انسان بروفيسيونيل الا ما عجبكمش اللي ماكم غادي تخليو الراي ديالكم عندكم هادشي راه درت في تمر اللي ماكم انا عندكم المهم باش تعرفوا بانه هادشي راه غير تخربيق دونك يقدر ما يجيش شي حاجه واو دابا غادي نخليكم مع الريزلتس وهذه طبيعي الحال هي غادي تكون اخر ترانسفورماسيون ديال البيت ما غاديش نعاود باقي في هذا البيت تما دابا نلعبوا شويه بالضوا لي زامي هادشي اللي كان بارطاجيت معكم ترانسفورماسيون ديال البيت كنتمنى انه تكون عجبتكم باقي واحد اللعبه ناقصه هنا كما قلت لكم مازال ما وصلتنيش مي بون فاش غتوصل غادي تشوفوا انا و جينيرالمون كانت هذه الترانسفورماسيون ماشي شي حاجه اللي كبيره الهدف هو انني نبارطاجي معكم غير كيفاش صاوبت هذا الشيء الاغلبيه ديال هذا الشيء شريته من علي اكسبريس شي حوايج شريته من ايكيا شي حوايج شريته مهم عند باج طلعت لي بوبليسيتي فيسبوك شي تما بغيت نقول لكم الله يسهل عليكم في السيت اب ديال الاحلام ديالكم انا عارف دابا اي البنات ما داوش معكم ماشي البنات كاملين ما بون الدراري انا عارف بانه 90% ديال الدراري الحلم ديالهم هو انه يقدوا شي سيت اب كيف ما كيتخيلوه الله يسهل عليكم في
كاع سير من عادي دعوه من عندي الله صليت الله يسهل عليك في احسن سيتاب كتخيلوا الله يسهل عليك ما صاوبتيش اليوم غتصاوبو قدام صاوبتيش غدا تصاوبو بعدا غتصاوبو غتصاوبو دونت وري انا راه كنتصور في الكوزينه حيت الان مازال ما فهمتش كيفاش وقع هادشي من الحمد لله طبيعة الحال الشكر الاول كيكون الشكر ديال الله سبحانه وتعالى الشكر الثاني ليكم حيتكم ما كنتوش نتوما كنت غادي نكون هنايا بطبيعة الحال وفوالا الشكر لراسي حيت انا واحد الانسان اللي ما كنقنطش من الرحمه ديال الله ورا كنامن بانه المستقبل فيه بزاف ما يدار فيه بزاف ديال الحوايج زوينين هادشي اللي كان الله يسهل عليكم وشكرا بزاف حيت تفرجتوا على الفيديو هذا وعطيتوا انا من وقتكم الثمين جدا وهادشي اللي كاين نتلاقاو في الفيديوهات الجايين غادي تصوروا من هاد المنطقه هادي اريا 51 تهلاو ليا فراسكم كنبغيكم بزاف ماشي بوسكم ماشي